السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو الخامس من شهر مايو للعام 2018 لدينا هذا الأسبوع أكثر من موضوع يستحق النقاش منها موضوع حملة حرية الصحافة بمناسبة 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة ومنها خبر الاحتلال العسكري الإماراتي الصريح لجزيرة سقطرة وهو الخبر الأهم أو الموضوع الأهم وإنزال الإمارات عشرات الجنود الإماراتيين هناك بدون إذن بدون إذن الحكومة اليمنية بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر هناك وكأنها خطوة لتأكيد سيادتها على الجزيرة اليمنية في ظل وجود الحكومة نفسها هذا خبر وهناك أيضا أخبار عن انتصارات جزئية للشرعيه في محافظه صعده واخبار عن اعلان مكون سياسي يمني جديد تحت مسمى الائتلاف الوطني الجنوبي وكل هذه الاخبار تستحق النقاش والتحليل الا اننا سنتوقف في هذه الحلقه عند موضوع اخر يعني ما دمنا في شهر مايو لان شهر مايو بالنسبه لنا نحن اليمنيين هو الشهر الذي بدأت فيه الضربات الخاطئه كما يسميها البعض من قبل طائرات التحالف، من قبل طائرات التحالف. وذهب ضحيتها عشرات اليمنيين، ذهب ضحيتها عشرات اليمنيين ان لم نقل مئات اليمنيين. ليس لدينا الان احصائيه دقيقه لعدد قتلى هذه الضربات. وما دام ان العدد قد تجاوز حد الافراد الى العشرات والمئات فقد اصبح كارثيا بالفعل يعني. والناس يتساءلون عن دوافع هذه الجرائم ما حاجة التحالف إليها لماذا يكصف الطيران حفلات أعراس وزوارق صيادين ومساكن مدنيين آمنين وغير ذلك هذا هو موضوع حلقة الليلة كونوا معنا مثل ما قلنا في مفتتح الحلقة بدأ مسلسل الضربات الخاطئة هذه في شهر مايو وتحديدا في 22 مايو من العام 2015 عندما قامت طائرات التحالف انذاك بقصف مجموعه من افراد المقاومه الشعبيه بعدن ادت هذه الغاره الى مقتل وجرح حوالي ثمانية منهم يومها قال الناس انها بالفعل ضربه خاطئه لانه لا يوجد اي مبرر لتكون ضربه مقصوطه يعني هذا لا المقاومه الشعبيه ما فيش منهم اي خطر ومرضي عنهم ما فيش مشكله فلماذا يقصفهم التحالف يعني لابد انها ضربه خاطئه لكن الفار كما يقولون بدا يلعب في عب الناس كما يقول المثل المصري الفار بدا بدا يلعب في عبي عندما حدثت الضربه الثانيه بعدها بشهرين تماما يعني الضربه اللي استهدفت مقر قياده اللواء 23 ميكا والمقر المؤقت لرئاسة هيئة الأركان في منطقة العبر حضر موت وقتل آنذاك في هذه الضربة وأصيب العشرات من الضباط كان في مقدمتهم العميد أحمد الأبارة أحد القادة العسكريين الذين أسهموا في تأسيس نواة الجيش الوطني ومن الضباط المخلصين اللي عندهم يعني حس وطني عالي بعد هذه الضربة بدأ الشك يراود الناس حول صدقية الضربات الخاطئة لماذا؟ لأنه حادثة العبر هذه على سبيل المثال من المستحيل أن تكون ضربة خاطئة المنطقة الأولية كل هكذا لأن منطقة العبر ليست ليس فيها حوثيين ولا فيها قاعدة ولا أي هدف عسكري للتحالف وتبعد عن خط المواجهة العسكرية أقرب خط مواجهة عسكرية تبعد عنه حوالي 200 كيلو متر كيف تكون هذه ضربه خاطئه؟ لكن الحقيقه ان معسكر العبر استهدف من قبل طيران الامارات والسعوديه في سياق استهداف الجيش الوطني الذي كان بدا يتشكل هناك بعيدا عن نظرهم وتدبيرهم، يعني كانوا كانوا كل شيء يكون تحت نظرهم وتحت تدبيرهم وتخطيطهم. واصحابنا في في العبر كانوا بيرتبوا جيش وطني حقيقي يعني. كان العبر يومها بمثابه وزاره دفاع للحكومه الشرعيه. يعني النوايا كانت سيئه من البدايه من قبل قياده التحالف والجماعه الداخلين على على تخريب لكن هذا الشك في حقيقه الضربات تحول الى ظن راجح كما يقول علماء المنطق يعني علماء المنطق يقولون انه لما تعتقد شيء اعتقاد يستوي فيه الطرفان يعني فيه إثبات 50% ونفي 50% هذا يسمى استواء طرفين هذا يسموه الشك إذا زاد قليلا يسمى ظن إذا زاد أكثر يسمى غلب الظن ما تحت الخمسين في المئة يسمى ريب فانتقل هذا الشك إلى إلى ظن مع نهاية العام 2016 بعد سلسلة الغارات التي استهدفت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في أكثر من مكان بدأت طائرات التحالف تستهدف الجيش الوطني في في اكثر من مكان بالقرب من مفرق الجوف بمارب في, في منطقه المتون غرب الجوف في صرواح غرب مارب والضربه المشهوره على قاعده او بالاصح على قاعه العزاء عزاء ال الرويشان في صنعاء في شهر اكتوبر من ذلك العام وغيرها غيرها من الضربات هذه هذه الضربات ذهب ذهب ضحيه هذه الغارات عشرات القتلى والمصابين وما ان انتهى العام 2016 حتى تحول الظن الراجح ذلك الى الى يقين واصبح اليمنيون جميعا مقتنعون بان ما يسمى بالضربات الخاطئه او على الاقل معظمها يعني اذا لم يكن كلها ليست خاطئه من من الخطا وانما من الخطيئه يعني ضربات مقصوده ومرتبه عن سبق اصرار وترصد من قبل الامارات والسعوديه وبدا الناس يتساءلون عن دوافع هذا السلوك الاجرامي وهذا الانحراف الخطير في خط سير المعركه من اجل الشرعيه لماذا لماذا تضرب السعوديه والامارات المدنيين في بيوتهم وتضرب الصيادين في عرض البحر وتضرب الجيش الوطني وبعض قيادات الجيش الوطني الذي يحميها ويحمي اليمن من مشروع ايران كما تقول ومن مشروع الشيطان وانضمت هذه الأسئلة بمرور الوقت إلى جوار إخواتها الأخرى عن أهداف التحالف وأهداف التدخل السعودي الإماراتي في اليمن بعد أن سقطت نظرية التدخل من أجل عودة الشرعية هذه النظرية سقطت عودة الشرعية وقطع دابر اليد الإيرانية في اليمن هذه النظرية خلاص ما عاد أحد يؤمن بها وانكشف الغطاء تماما مع ظهور الأزمة الخليجية الأخيرة أزمة حصار قطر عندما تبين للناس أن الجماعة يعني جماعة التحالف ينفذون أجندة غربية في المنطقة فصلناها في حلقات سابقة يعني هم كانش صحيح كانوا خايفين من إيران لكن اضطروا لحماية أنفسهم من إيران إلى أنه يتحولوا إلى بيادق في يد اللاعب الأمريكي واللاعب الغربي عموما ينفذ أجندته بالكامل وأجندة اللاعب الغربي كانت انهاء ما يسمى بثورات الربيع العربي وتفكيك بعض الدول وما شابه ذلك هذه هي المهمه التي تقوم بها قياده التحالف الان على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى اليمن تحديدا يعني مشروع التقسيم بات الان كابق قوسين او ادنى يعني من التطبيق في اليمن وهذا كله ليس ببركات التدخل وإنما ببركات الانحراف الذي حصل لعاصفة الحزم أكيد البداية كانت مختلفة قليلا ويبدو أن ظهور الأمراء الصغار هؤلاء يعني أعاد ترتيب قواعد اللعب كما يقولون الذي خلى الناس يعيدون طرح السؤال عن ضربات التحالف الخاطئة هذه الأيام وهذه الضربة الأخيرة التي استهدفت صالح الصمد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الانقلابي بسرعة لما بدأ للناس أنه بإمكان التحالف توجيه ضربات دقيقة ومصورة لأهدافه يعني جربناها مع صالح الصمد وجربناها في تعز مع ابو العباس ضربوا المقر ابو العباس داخل حاره ضيقه يعني طيب ما ما دام عندكم هذه الدقه وعندكم هذه الامكانيه في اصطياد الاهداف بدقه متناهيه فين كنتوا طوال السنوات الماضيه هذه ليش الضربات الخاطئه هنا اخذ الناس يتساءلون اين كانت هذه الضربات الدقيقه طوال اربع سنوات مضت ولماذا الان لماذا الان بدات تصبح ضربات دقيقه وموجهه لماذا لم يستهدف الصماد الصماد وقيادات أخرى في العروض العسكرية والمهرجانات المفتوحة التي كانت تقيمها الميليشيا في تعز والحديدة وصنعاء كانت مهرجانات مفتوحة وكان من السهل كان صيد سهل بالنسبة لطائرات التحالف وإذا كان لديهم هذه القدرة على الرصد والتتبع فلماذا لم يستهدفوا غيره من من القيادات الانقلابية التي تصول وتجول في كل مكان الصماد هو أول قيادي انقلابي تستهدفه غارات التحالف من الطراز الرفيع يعني ويمكن يكون الاخير اذا صدقنا ما يقوله البعض من انها كانت ضربه خاطئه هي نفسها كانت ضربه غير مقصوده ادت الى مقتل الصمات بالخطا قبل ان نستكمل الاسئله ونقدم الاجابات المحتمله دعونا اولا نشاهد مقطع الفيديو الذي قال التحالف انه مقطع للغاره الغاره التي قتلت الصماد بالحديده تعالوا نشوف

واضح انه لدى التحالف لديه قدرات على ضرب اهداف متحركه بشكل دقيق لكن غير الواضح هو ان تقصف اهداف مدنيه ثابته واهداف تابعه للشرعيه واضحه وتترك الاهداف الانقلابيه المكشوفه يعني تعالوا نشوف عرض عسكري للحوثيين قديم شويه حضر الصالح الصمد نفسه في مكان مفتوح ولمده تتجاوز الساعه واستعراض ل ألاف مقاتل مدرب كل هذا تحت سمع وبصر التحالف وطيران التحالف بالتاكيد لانه ليس العرض العسكري الوحيد للحوثيين حتى نقول انهم لم يتنبهوا له هناك عروض اخرى بعضها في ساحه السبعين بصنعاء وبعضها في الحديده وصنعاء مراقبه 24 ساعه تقريبا كما يقولون ومع ذلك خرج الانقلابيون بسلام تعالوا نشاهد المقطع ونرجع نكمل كلامنا اليمن الواقع بين نار الحرب والقابع خلف سياج الحصار يواصل سعيه الحثيث نحو النصر تنتظم صفوفه وتزداد خلف قيادته تماسكا وفي الجبهات صمودا ومواجهه وهذه الكتائب التي قوامها ثلاثه الاف مقاتل احدث ما تخرجه المعسكرات في دروه التصعيد العسكري المحتدم على مئات المحاور وخطوط النار في اكثر من اربعين جبهه إذا نحن أمام لغز وسلوك غير مفهوم فيما يتعلق بالأهداف المدنية وأهداف الانقلابيين، أما فيما يتعلق بضربات التحالف التي تستهدف الشرعية فدوافعها معروفة ولهذا استبعد بعض المحللين والمتابعين أن يكون الصمد قد قتل بغارة لطيران التحالف في البداية يعني لماذا؟ لأنه قدموا سيناريوهات مختلفة لمقتل ما مش مقتنعين وعندهم يعني وجاهة يعني بعضهم رجح ان تكون جماعه الحوثي نفسها هي التي اقدمت على تصفيته او انها على الاقل سهلت تصفيته لطيران التحالف وهذا امر سهل أني تص امر سهل اني تستدرج طيران التحالف لاصطياد اي احد عندها دوافع مختلفه البعض لما تام الحوثيين قال عندهم دوافع منها ذلك التفسير الذي المح اليه الدكتور ياسين سعيد نعمان في منشور على صفحتي بالفيسبوك طبعا الدكتور ياسين لم يقل ان الحوثيين هم الذين صفوا صالح الصمد لكن مغزى كلامي يقول ذلك المنشور يقول ان الجماعه تشهد صراع داخلي بين حلقتين من مكوناتها اللي هي الحلقه الاولى حلقه السلاليين الخالصه الهاشميين يعني بصريح العباره والحلقه الثانيه هي حلقه الموالين للمشروع السلالي من خارج السلاله اللي بيسموهم الناس زنابيل ويلاحظ أن الجماعة قد سارعت يلاحظ الدكتور أن الجماعة قد سارعت في استبدال الزنبيل الصماد بالقنديل المشاط بسرعة دون أن تحسب حساب الموالين لها ولا شاورتهم ولا سألتهم ويقول الدكتور أن أكثر ما يشغل الجماعة السلالية في اللحظة الراهنة هو إعادة تجميع أوراق ومراكز النفوذ بأيديهم هم حتى لا ينازعهم احد في نصيبهم من من مكاسب التسويه المرتقبه القادمه. وان تصفيتهم لحليفهم السابق صالح هذا ما زال كلام دكتور ياسين تصفيتهم لصالح ومعه المؤتمر الشعبي العام هذه التصفيه قد انطلقت من نفس الاساس من نفس المعادله الخطيه التي يتهيئون لها. هم الان ان يكونوا فيها الطرف الاوحد في في مكون تحالف الانقلاب المفاوض ما يشتوش أحد معهم. لا يشتو مؤتمرين ولا يشتو حتى زنابيل بجوارهم يشتوها تكون المفاوضات القادمه السلاليين في مواجهه الشرعيه وتكون المكاسب اللي يحصلوها مكاسب سلاليه خالصه اراد الدكتور ياسين ان يقول ان الجماعه جماعه الزنابيل الموالين للمشروع السلالي مجرد ادوات لمشروع السلاله سيتم التخلص منهم تباعا عندما تلوح معالم الغنيمه غنيمة التسوية طبعا التي يتهيأون لها مع التحالف نفسه إذن فمن المحتمل أن يكون السلاليون حسب هذا التفسير قد تخلصوا أو سهلوا التخلص من الصماد خاصة وأن الصماد وأمثال لا يشكلون أي وزن سياسي أو عسكري بشخصهم يعني ما الجماعة لن تخسر شيئا بغيابهم موتهم لا لا يشكل أي خسارة حقيقية للمشروع السلالي عادي بيجيبوا واحد بدل أي مشاط أو أو أي شيء هذا تفسير لكن هناك أيضا تفسير آخر قدمه الأستاذ عبد الكريم الأسلمي عضو مجلس النواب يقول ما معناه إن الصماد قد قتل على إثر غارة لطيران التحالف بالفعل إلا أن هذه الغارة قتلته بالخطأ لأن المستهدف كان شخص آخر غير الصماد هو الشيخ ضيف الله يحيى رسام قيادي في الجماعة الحوثية ويقدم الأستاذ الأسلمي قرينة على صحة هذا التفسير هي عبارة عن تغريدة لجريدة الوطن السعودية في مساء يوم الخميس 19 إبريل يعني في نفس اليوم اللي اغتيل فيه صالح الصماد كما يرجح ترجح بعض وكالات الأنباء هذه التغريدة لجريدة الوطن أعلنت فيها مقتل الشيخ الحوثي ضيف الله مع عشرات من الأفراد أفراد الميليشيا في غارة جوية هكذا جاء الإعلان وبعدين تبين لهم في وقت لاحق أن ضيف الله موجود في صعدة وليس في الحديدة وهنا صمت التحالف ولم يعلن عن هدف العملية لأنه مش عارف ما هو الهدف من اللي تم اغتياله إلا بعد اعتراف الحوثيين أنفسهم وإعلانهم عن هوية الهدف لما قالت من قناة المسيرة أنه صالح الصمد يومها طلعوا السعوديين قالوا أيوة أنا احنا اغتلنا صالح الصمد والمح الاستاذ الاسلمي ان استهداف ضيف الله ربما جاء برغبه من مشايخ صعده حتى لا يقال انه برغبه سعوديه ربما من مشايخ صعده الذي الذين انضموا للشرعيه وليس برغبه التحالف نفسه وهذا تفسير معقول يجيب على الاسئله التي طرحناها في بدايه الحلقه يعني لماذا لم يستهدف الصماد وغيره من القيادات في الفترات السابقه كلها هذه وكانت مواتيه لكن ما زال لدينا اجابه ثالثه محتمله نستشفها من بين سطور التقرير الذي نشرته المجله الامريكيه الشهيره فورين بوليسي فورين بوليسي قالت كلام فماذا قالت يا ترى هذا هو موضوع المحور الثاني من الحلقه ارجو ان تكونوا معنا بعد الفاصل اهلا بكم من جديد مجله الفورن بوليسي هي احدى اشهر المجلات الامريكيه في الشؤون السياسيه توصف بانها مجله صناع القرار ومجله مقربه من صناع القرار في امريكا ومتخصصه في القضايا العالميه والاحداث الدوليه الراهنه وكذلك السياسه الداخليه والخارجيه لامريكا تشتهر هذه الصحيفه بمقالات تحليليه لكتاب فاعلين في في المشهد الدولي وهذا هو اللي يصنفها ضمنها احد المراجع للسياسيين وصانعي القرار في العالم ويكفي ان تعرف ان الذي اسسها هو صمويل هنتكتون صاحب كتاب صدام الحضارات الذي يشكل هذا الكتاب يشكل احد مراجع السياسه الخارجيه الامريكيه المهم المجله نشرت قبل ايام نشرت تقرير عن مقتل الصماد بطائرة إماراتية مسيرة الذي يطالع التقرير يخرج بمجموعة ملاحظات تتبعها مجموعة استنباطات من هذه الملاحظات وفي مقدمتها أن المجلة تركز بشكل أساسي على هوية الطائرة المسيرة اللي من غير طيار يعني المجلة مهتمة بالقول أن الطائرة المسيرة التي قصفت الصماد ليست أمريكية ليست أمريكية الصنع بل صينية قالت من طراز وينغ لونغ اثنين وأن الصاروخ الذي أطلقته هذه الطائرة أيضا صيني من طراز السهم الأزرق حتى عارفة الطراز ثم يقول التقرير في عبارات أخرى أن أمريكا صحيح أنها قد منحت السعودية والإمارات تفويض بشأن بعض الغارات والتوسع العسكري هنا وهناك لأنه هذا بيخفف عن القوات الأمريكية بعض الامور بيخفف امرين اثنين الضغط الذي على الامريكان والمخاطر التي قد يتعرضون لها لذلك وكلوا الامر للإمارات السعوديه وعززت الولايات المتحده جهود الاماراتيين بشغف كبير الا ان هذه الغاره كما تقول المجله الا ان هذه الغاره على الصمد تمثل تحدي للحكومات الغربيه لماذا لماذا تمثل تحديا للحكومات الغربيه يا ترى؟ الصماد يعني محبوب عند الأمريكا لهذه الدرجه. المجله تجيب بالقول لأن هذه الدول الغربيه تدعم عمليه السلام بقوه. هذه اجابتها. وطبعا هذا كلام فارغ. كلام لا معنى له. يعني ايش تدعم عمليه السلام بقوه يعني؟ والتقرير نفسه بيقول ان امريكا تستعمل هذه الدول في مهام مهام عسكريه بالنيابه عنها وتزودها بالسلاح والمعلومات الحقيقة أن التقرير يريد أن يغطي على أمرين آخرين أهم من هذا، الأول الأول هو أن شراء الإمارات للسلاح الصيني أمر يزعج أمريكا التي كانت قد منعت بيع الطائرات المسيرة للإمارات، مع أنهم حلفاء لكن مش رايحين عليهم. مرضوش يعطوهم يعطوهم طائرات مسيرة. من هذا النوع اللي بتصنعه تركيا عندها هنا بسهولة. وقد المح التقرير الى هذا في عباره غير صريحه تقول العباره ومع ان الامارات تقوم بالفعل بتشغيل طائرات بدون طيار صينيه في مهمات قتاليه ومع زياده التواجد الصيني في جيبوتي فان الخليج يمكن ان يصبح جبهه جديده في الصراع الامريكي مع بيجن من اجل النفوذ يعني الصحيفه بتقول المجله بتقول انه الامارات متواجده في جيبوتي ومتواجده في القرن الافريقي والصين ايضا متواجده هناك وكمان الامارات بتشتري بعض السلاح من الصين هذا معناه انه ممكن يكون هذا ممكن يكون نقطة توتر بين بين الامارات والامريكان وطبعا كلام برضه فارغ هي محتاجين فقط انه آه يخلوهم آه آه عبيد ما لهمش علاقة بحد خارج الحدود الدوائر الامريكية والحقيقة انهم كذلك يعني ما عندهمش مشكلة تكاد تكون دبي الان هي اسرائيل الثانية أو الإمارات الآن كأن إسرائيل الثانية في المنطقة والأمر الآخر هو أن أمريكا وبعض الدول الغرب لا تريد للسعودية يعني لا تريد للسعودية والإمارات أن تتحرك عسكريا بعيدا عن الخطوط الحمر الأمريكية وكأن التقرير يريد القول أن أمريكا لا تسمح باستعمال طائراتها المسيرة في قصف قيادات كبيره للحوثيين لانه هذولا خطوط حمراء بالنسبه للامريكان. وهذه هي الحقيقه. امريكا هي الراعي والحامي الاول لهذه الجماعه العنصريه في اليمن. ليس لانها تحبها ما فيش في السياسه حب وكره بل لانها بالنسبه لامريكا هذه الجماعه العنصريه افضل اداه مناسبه لابتزاز الخليج وعرقلت مشروع الديمقراطية في اليمن وتفكيك المنطقة وهذه حقيقة لا تحتاج إلى ذكاء في, في معرفتها يكفي فقط أن تعرف أن أمريكا إذا رأت أو قدرت أن هذه الجماعة أو تلك أو هذا الشخص أو ذاك أو هذا النظام أو ذاك يشكل خطرا على مصالحها فإنها تأتي به من بطن أمك كما يقولون وتصفيه لو كانوا هذولا اللي في صنعاء اعداء امريكا كانت جابتهم على واحد واحد وعلقتهم كذا مثل الفئران لن يكونوا اقوى من صدام ولن يكونوا اقوى من فلان وفلان هكذا فعلت بصدام حسين وهكذا فعلت باسامه بن لادن العبره ليست بمن يهاجم امريكا في الاعلام هذا دور ممكن دور دور مسرحي ربما وامور يعني حدود امريكا تسمح بها في هامش تسمح به امريكا في المناوره وفي وفي الخصام لكن بعد الهامش هذا ما مش مسموح والحوثيين بيلعبوا في الهامش اللي هم عارفين ان امريكا بتسمح فيه ايران والحوثيين بتلعب في الهامش اللي المسموح في معادات امريكا اما لو بيشكلوا تهديد حقيقي لمصالح حالة الموضوع حيكون له شان ثاني حاله الحوثي امريكا الحوثي لا يهدد الحاله الحوثيه لا تهدد الامريكان امريكا فقط تعيد توظيف هذه الكيانات الوظيفية بطريقة تخدم المصالح الأمريكية وإعادة التوظيف السياسي هذه يعني فن تجيده أمريكا ودول الغرب بنجاح يعني اليوم بيقول لك أنا علشان أوظف الجهة الفلانية أو الجماعة الفلانية مش شرط أن أتفق معها لا أحتاج إلى اتفاق مع الجماعة الفلانية لكي أجعلها جماعة وظيفية في صالحي تقدم خدمات لصالحي يكفي أني أوجه واستثمر افعالها وهذا ما يتم الحوثي جماعه وظيفيه تستثمر افعالها لصالح اعداء اليمن جميعا ليست الغارات الخاطئه وحدها هي التي تثير الاستغراب والشكوك في اهدافها بل حتى بعض الغارات المقصوده يعني على سبيل المثال الغارة التي شنها التحالف على منزل يحيى الراعي وقتل فيها ولده بيزن. هذه الضربة للعارفين بخبايا السياسة تثير الاستغراب وتثير بعض الأسئلة، لماذا؟ لماذا يُقصف بيت الراعي؟ هل هو مهم لهذه الدرجة يعني؟ لأن التحالف يعرف وكثير من متابعي السياسة يعرفون أن الراعي كان على وشك مغادرة اليمن وكان عنده استعداد ليغادر اليمن لو أتيحت له الفرصة مثلا مثل سلطان البركاني وغيره من قيادات المؤتمر. وانه كان هذا من مصلحه الشرعيه والتحالف والسعوديه انذاك اخراج امثال الراعي من من اليمن بدلا من اغتياله. فلماذا تقوم الطائرات بدك بيته؟ امر مريب، لكن يبدو ان الضربه ارادت قطع الطريق امام الراعي من الالتحاق بالشرعيه. ارادت ابعاده عن الالتحاق بالشرعيه في طرف معين. وهنا سيأتي السؤال من الذي له مصلحة في بقاء رئيس مجلس النواب داخل اليمن هل الإمارات مثلا علشان فصيل صالح كانت تريد إبقاء يحيى الراعي داخل اليمن مثلا فقصفت بيته ولا في بلاغ جالهم قال لهم أنه علي عبدالله صالح موجود عنده وهذا طبعا بعيد مستبعد يعني ممكن صاحب المصلحة يكون الإمارات ممكن الحوثي ممكن علي صالح ممكن طرف خارجي في التحالف كما قلنا كله ممكن هل تم استدراج الطائرات لقصف بيت الراعي ببلاغ مزور؟ هل كان التحالف مخترق؟ كل هذا ممكن لكن انا ارجح انه ارادوا ابقاء الراعي داخل اليمن لخدمه فصيل داخل اليمن. ما اردت قوله هو ان قصف بيت الراعي جاء لخدمه الميليشيا في نهايه المطاف في صنعاء. ولو كان الهدف تصفيته شخصيا لتكررت المحاوله فيما بعد. وهو صيد سهل ومن الإشارات التي تثير الريبة أيضا ما قاله نائب رئيس الجمهورية قبل فترة وهو يذكر قتل الغار الخاطئ على القاعة الكبرى في صنعاء قاعة عزاء للرويشان حين قال علي محسن أن بين القتلى ضباط كانوا ينسقون مع الشرعية ضد الحوثي هذه إشارة منه إلى أن الحوثي له يد فيما حدث ممكن تم استدراج طائرات التحالف إلى المكان الخطأ عن طريق بلاغ خاطئ وطبعاً قضية استدراج العدو لضرب عدو آخر هذه تحتاج لشرح ضرب أمثلة من التاريخ العسكري لكن ليس لدينا وقت الآن إنما هي سهلة يعني واضحة ممكن أن تخترق العدو وتدي له يعني أهداف زائفة والذي يعزز الشكوك حول ضرب القاعة الكبرى ومسؤولية الحوثيين عنها استدراج أو مسؤولية الحوثيين عن استدراج طائرات التحالف لضربها ما نسب في وسائل الإعلام إلى الشيخ علي الرويشان بعض المواقع نسبت إليه كلام لسنا متأكدين منه فذكرت بعض هذه المواقع أخبار غير مؤكدة تقول إن الشيخ الرويشان شن هجوما قويا على الحوثيين عقب المجزرة وحملهم مسؤولية ما جرى واتهمهم بتزويد التحالف بإحداثيات المكان بهدف تصفية ضباط كبار من أتباع الرئيس السابق علي صالح هذا ما نسب إلى الشيخ الحوثي وطبعا إحنا للشيخ الرويشان عفوا إحنا طبعا نقول هذا الكلام مش لأننا نريد أن يضرب أحد نقول هذا الكلام لكي نثبت أن التحالف ليس جدا فيما يقوم به وأنه في ما يكون وأن فيه أمور مريبة على كل حال المهم في هذا الحديث هو معرفه ان العدو اذا اراد ان يقتل وطنك فلن يطلق عليه الرصاص اذا اراد العدو ان يقتل وطنك سيطلق عليه جماعه مثل الحوثي لا امريكا ولا السعوديه ولا الامارات لديهم رغبه في اسقاط الانقلاب كما نقول مرارا هم لديهم رغبه في اسقاط اليمن نفسها بواسطه هذه الجماعه الانقلابيه وينبغي ان يتجه وعي اليمنيين الى الطريق الطريقه الجديده هذه في اغتيال الاوطان نحن امام جيل جديد من الحروب غير التقليديه جيل يتسم بالكثير من المكر والدهاء الحروب اليوم ما عادت صافيه كما كانت من قبل زمان كانت الصفوف واضحه في الحرب وكانت الحروب تقوم على قواعد واضحه اليوم الامر اختلف اليوم قد اخذ مع عدوي معركه مقننه مرشده محسوبه الى حد ما وفي نفس الوقت هكف الى جانب في معركه ضد عدو ثالث وهكذا تتشابك الحروب الان وينخرط فيها الناس بمقادير محسوبه على عكس الحروب القديمة التي كان الناس فيها يخوضونها بكل صدق وأمانة وبكل الإمكانات التي لديهم التداخل والتعقيد والتناقض الحاصل في حروب المنطقة والعالم اليوم ينبغي أن يفهم الناس قواعده حتى لا يصبحوا ضحايا يعني يجرفهم التيار مثل السمك الميت نعم هناك قواعد للجيل الجديد من الحروب والصراع المطلوب الكشف عنها وخلق وعي سياسي بها لأن الوعي السياسي من وسائل التحصين الجماهيري لتفويت الفرص على الـ على الأشرار. وانتم شفتوا الخليج بس اليوم الإمارات والسعودية كيف موقفها من الحرب في اليمن وسوريا. يعني مع انه المفروض تكون واقفة بجوار المقاومة في سوريا ضد النظام الإيراني اللي بتقاتل في اليمن، إلا أنه في الحقيقة واقفة مع مع بشار في سوريا شيء غريب يعني يعني ما فيش منطق في الـ في, الـ في هذه الحرب ما فيش منطق واضح لماذا تقف مع بشار هناك اللي بتعتقد انه جزء من تحالف ايران وتضرب الحوثيين في صنعاء اذا كنت بتضربهم يعني في كما قلت حرب جديده فيها من المكر الكثير ومحتاجه للفهم يعني لسنا امام حروب تقليديه نحن امام حروب غير تقليديه يقودها مجموعه من لا يمتلكون أدنى حد من القيم التي تقف وراء الصراع لأن الصراع كما نقول دائما له جذور أخلاقية هذه الجذور الأخلاقية هي الامتحان الحقيقي بالنسبة لقادة القادة السياسيين اليوم اليمن ستسير إلى حيث يستحق أبناؤها إذا كانوا أحسنوا فستكون لهم الحسنى وإذا كانوا أساءوا فعلى أنفسهم هم من من يكتبون أقدارهم بأنفسهم وكل ما يحصدونه الآن من ألم هو ثمرة من ثمار أخطاء قديمة سابقة زرعوها وسقوها بأيديهم على مدى ثلاثين، أربعين، خمسين سنة طبعا بعض السذج سيقول ان ما يجري الان هو ثمره من ثمار ثوره فبراير وهذا الصنف من الناس لا بيفهم في السياسه ولا بيفهم في الزراعه على الاقل لانه لو بيفهم كان عارف ان الشجره لا تطرح في اليوم الثاني من غرسها، يمكن تشتغل الشجره اليوم تطرح لك يوم اليوم الثاني. هذا هذه ثمار هذا الحصاد هو ثمره اخطاء معمره مزمنه ضاربه الجذور في ثقافتنا نفسها وليست بنت الامس. والذين ينكرون هذا هذه الحقيقه هم لا يدافعون عن عن الماضي بل يدافعون عن خياراتهم في المستقبل هم في الحقيقه لا يدافعون عن نظام صالح وايامه الصالح السوداء وانما يريدون ان يكون المستقبل مثل ما كان الماضي صراعنا هو على المستقبل معهم مش على الماضي لما نختلف معهم على علي عبد الصالح احنا بنختلف على المستقبل وهذا يسر خلافنا معهم خلافنا معهم ليس لانهم وقفوا مع صالح او مع الحوثي بل لانهم مصممون على ان يكون المستقبل مثل الماضي وتستمر الاخطاء وتنمو حتى تنفجر في وجه الاجيال القادمه هذا ما نرفضه وهذه هي الانانيه التي يعاقبنا الله بها هناك من يريد ان يعيش لحظه على هامش الفساد واستمتع بحياته وهو يعلم ان الوضع فاسد وسيضر بالبلد لكنه غير مهتم بمستقبل بلده ووضعها بعد جيل او جيلين كل الذي يهمه هو أن ينال أكبر قدر من المتع في حياته الآن ويمضي ولهذا نقول أن الصراع في أبعاده النهائية صراع أخلاق وليس صراع سياسة أخيرا أمريكا إذا سمعتم السياسة الغربية أو دول التحالف وأمريكا إذا سمعتموها تقول لا يوجد حل عسكري في اليمن فاعلموا أن الترجمة الحقيقية لهذا الكلام هي لا نريد حلا عسكريا في اليمن ليس لأنهم لا يحبون الحروب أكثر ناس يعني يعشقون الحروب وإنما لأنهم يريدون بقاء جذور الأزمات لاستثمارها في المستقبل يريدون بقاء جذور الأزمة في اليمن علشان يستثمروها فيما بعد إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله